أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين إننا دايماً نقدم لكم كل جديد. نشر الفنان محمد هنيدي على الحساب الخاص بيه على موقع إنستجرام صورة بتجمعه بصاحب عمره الفنان علاء ولي الدين، واستعاد ذكرياتهم من خلال الصورة وكتب: الصاحب اللي عمرك ما هتعوضه واللي هيفضل معاك مهما غاب، وهتفضل فاكر كل حياتكم وكل الأوقات الحلوة وحتى الأوقات الصعبة اللي عشتوها مع بعض. اللي بيعوض إن علاء سيرته هتفضل حلوة على كل لسان، مش علشان فارقنا، علشان هو كان حلو. الله يرحمك.